الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على من أرسله الله رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين. أما بعد، فكل الذنوب والمعاصي قابلة للتوبة والغفران إلا الشرك بالله، سواء وقع التكفير عن الذنوب بحسنات ماحية أو بمصائب مكفرة أو بفضل مطلق منه سبحانه. إلا الشرك بالله تعالى لا يغفره إلا إذا تركه واستغفر لنفسه ودخل في الإسلام، لقوله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، وبقوله تعالى: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. أما إذا عاد إلى الحق واستغفر العبد وتاب وأناب، فإن الله يغفر الذنوب جميعا بما فيها من الشرك، لقوله تعالى: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم، وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون. أما مراد الحديث الوارد في وعيد المتشاحنين والمتهاجرين، إنما يظهر وجه حكمة النهي عن المهاجرة فوق ثلاث، كي لا يقع محروما من المغفرة في يومي عرض الأعمال، لا حرمانه من المغفرة مطلقا، والعلم عند الله تعالى.